محدش كان متوقع ان جواز سحر ينتهي للحال اللي هو فيه ده، جواز تعيس. البنت طول الوقت لوحدها في البيت، والبيه قاعد عند امه. ايه الجواز ده؟ طول الوقت مشاكل وغيره وقلق وخوف. واللي جد علينا كمان موضوع العقد واللي عمله يوسف فيها، انا مش عارفه هنلاقيها منين ولا منين. دلوقتي رقبتنا تحت ايد يوسف، يعني ما كانش ممكن يتجرأ ويعمل اللي عمله في بيت سحر ويحبسها ويقفل عليها الباب بالمفتاح الا وهو حاطط رقبتنا تحت ايديه بسبب موضوع جوازها السري. انا ما بقتش عارفه الاقيها منين ولا منين، ولا عارفه اللي احنا فيه ده هينتهي على ايه. ملهاش حل غير انها تتدبر من عند ربنا.